فتحة ترابلس هو مخالفة لسابقة فتحة ترابلس مازال يشكو كذلك من الإصابة نتاعو زبير بغنية زبير بغنية يقوم بالحركات التسكينية بسام بسام يحافظ على كرته عند كرة القذيف هجوم لصالح طرز الرياضي التونسي من جديد في اتجاه بسام جريدي بسام جريدي كجناح عسر يتوغل يخرج كرة أمام طرق قذيف عليه تمشي لعثم عبيد عثم عبيد يقذف مرة أولى والدفاع يخرج فرصة هدف تضيع على الترجي الرياضي التونسي بنك الاحتياطيين شفتوا محمد بن محمود ضمن الاحتياطيين اليوم توزيع زياد تلمساني زياد تلمساني حافظ على كورته ويقذف زياد تلمساني وشين نبيل معلول اوتينو اوتينو ثم اوينغو خلف من اوينغو في الدين جوشان اوينغو امامكم 20 دقيقة لعب زبير بوغنا يمشي الحكم الرابع سيد نصر كريم نبيل معلول علي بن مش شوشه نبيل معلول طارق غير بسام بن فدو كرة تخرج ما عادش لازم يلعب فدو ما عادش لازم يلعب ويخرج فدو في 21 دقيقة لعب يخلي مكانه الزبير برجع اللعب ودور ياخذ الكره سمير الخمير في اتجاه زبير بغنايه داخل 18 متر زبير بغنايه خرج كره امام زياد تمثالي بالراس في دين اوشين بالطبيعه الى حد الان ما فيش تعادل ما تخدمش صالح الترجي الرياضي التونسي ماغانغو ماغانغو باقي محافظ على الكره نتاعو يرجع الأوموندي اتجاه بيتر دوا بيتر دوا حذاري من هذا الهجوم المعاكس وجه لوجه مع شوشان والهدف الأول الهدف الأول لصالح فريق غور ماهية في 45 دقيقة لعب 45 دقيقة لعب والنتيجة تصبح هدف لصفر هدف هدف لصفر لصالح فريق غور ماهية هاي الإعادة و ماغانغو ماغانغو هدف لصفر قبل هالي عاد شوفوا الانطلاقة الأولانية تدخل من علي بن ناجي ثم رقم 16 ماغانغو وتصبح النتيجه اذا هدف لصفر قرص ماغانغو ما خلت حتى فرصه من حارس الشوشان وتصبح اذا هدف لصفر لصالح غور ماهية ثم الدفاع سمير الخميري ياخذ الكره تتعدى امام زياد التلمساني ورشاد فارح رشاد فارح البسام بسام دخل 18 متر يوزع كره زياد التلمساني وهدف يضيع هدف يضيع في الدقيقه الثانيه هدف يضيع على الترجي الرياضي التونسي في الدقيقة الثانية شوفوا الإعادة زياد التلمساني يرجع كرة ثم رشاد فارح بذكاء كبير ياسر يعطي كرة لبسام جريدي يوزع بسام وزياد التلمساني ما فما حتى حد فما ثلاثة مدافعين الركنية تتنفذ نبيل معلول جيب ركنية ثانية جيب ركنية ثانية صالح الترجي الترجي مطالب باش يسجل أقصى ما يمكن بالطبيعة اللي حبي
الامور تكون لصالحه في مباراه الاياب. بالحال الحارس اوتشانغو نبيل معلول يخطف مباشره ثم 6 امتار حسب بشاره مراقب الخط والحكم. نبيل معلول صاحب القذفه الاخيره يكلم في الحكم وهو ما يقول. الركنيه تنفذ تمشي لطرق ذياب. الخميري تتعدى الكره وزبير في دين الحارس. زبير في دين الحارس دافيد اوتشين. 35 دقيقة لعب، 10 دقائق على نهاية المباراة، نتيجة دائما هدف لهدف. بسام نبيل معلول هيثم عبيد تتفك الكرة. هيثم عبيد نبيل معلول رشيد فرح قبل ما تخرج. رشيد فرح هيثم عبيد حافظ على كرته. هيثم عبيد مراوغة باهية من هيثم عبيد يوزع ضربة جزاء ما فيهاش كلام. هذه 36 دقيقة لعب ضربة جزاء ما فيهاش كلام المرة هذه. شوفوا هيثم عبيد مراوغة ممتازة من هيثم عبيد ثم شوفوا في التوزيع و اللاعب أوموندي رقم 5 مس كرة ما فيهاش كلام. إذا الأولانية قلنا اللي ما فماش ضربة جزاء في هذه نقولوا فما 100%. نفس اللاعب نبيل معلول في تنفيذ ضربة الجزاء. يتقدم نبيل معلول ويسجل هدف للترجي الرياضي التونسي. تنفيسه بالطبيعه، فما تنفيسه شويه باقي، فما نبيل معلول اخصائي 100% في ضربات الجزاء، يحط كره وين يحب بكل سهوله. ثم ارتياح كذلك باش نتشيك. مازال 9 دقائق لعب، ترزي يزمو يسجل اذا حب هدف اخر، لانه توا هدفين لهدف بسام جريدي. زياد المساني يعدي الكرة لرشيد الفارح. رشيد فارح ياخذ الكرة ثم مخالفة ضده. رقم خمسة شو يعمل؟ هم هنديش قاعد يعمل والحكم مش يعمل. الحكم بطبيعة زفر المخالفة لصالح أوموندي ضد رشيد الفارح. مش معقول. كان في حلبة ملاكمة. ما دام الحكم زفر المخالفة فانتهت الأمور. هجوم معاكس لصالح جور ماهية. الكرة في اتجاه بيتر أوشين. ورشيد فرح يخرج كرة تمام. انتصار الترجي اذا يصبح هدفين لهدف بعد ما كان منهزم بنتيجة هدف لصفر. واللاعب تشولا هو اللي ترجع كرة اللعب. اوتشولا عندهم تماس كثير لانه بمثابة ركنية. اوتشولا هي
بوزيشنينغ. هيثم عبي، هيثم عبي سايب الكرة، هيثم عبي وثم انذار، ثم انذار يظهرلي الاوتشولا، ثم انذار الاوتشولا، ثم انذار الاوتشولا، مازالوا خمسة دقائق، ثم انذار الاوتشولا واللاعب يتواصل لكن الحكم مازال ما زفرش على اللاعب باش يتواصل. زايد اللقطة اللي كنتوا تشاهدوا فيها، زايد لأن الحكم كان بصدد، كتابة الإنذار. خمس دقائق على نهاية المباراة، كرة عن طارق ذياب، طارق ذياب مع بيتر داو، سمير الخميري، هيثم عبي، علي بن ناجي، علي بن ناجي، نبيل معلول، نبيل معلول، هيثم عبي، تعدى الكرة رشاد فرح، رشاد فرح طويلة في اتجاه، في اتجاه زبير، ما تخلطش على الكرة، زبير كانت قوية، الكرة كانت قوية، ستة أمتار. دافيد أوشانغ، أوموندي، أمتار ما زلت نازلة، أربع دقائق لنهاية المباراة والتفوق حاليا لصالح ترجى ذات تونس، هدفين لهدف أمام غور ماهية. على إشارة أن مباراة إياب باش تقع يوم 5 ديسمبر المقبل في نيروبي، وإذا توفى النتيجة على الحالة هذه بالنسبة لغور ماهية يكفيه أنه ينتصر بنتيجة هدف لصفر غاديكا باش يتحصل على كأس الأندية الفائزة بالكؤوس. على كل مباراة ما زلت ما انتهتش، والهجوم لصالح أمولو، رشاد الفارح، ثم مخالفة لصالح، مخالفة لصالحه ضد بيتر أوشينغ، تتنفذ تمشي لهيثم عبي، هيثم عبيد يضيع الكرة، هيثم عبيد، ثم رشيد فرح، هيثم عبيد، نبيل معلول، نبيل معلول في اتجاه بسام، طويلة في اتجاه بسام، بسام يخلط على الكرة قبل ما تخرج، يخلط على الكرة، حوار، ثم مخالفة، هذه تستحق الورقة الحمراء بالطبيعة، لا مش معقول، مش معقول الكرة تولي هكا. لقطات من نوع هذا ما تشرفش كرة القدم الإفريقية. رقم 5 أوموندي متحصل على إنذار. شوفوا الإعادة. ظهر اللقطة. هيثم عبيد يوزع والدفاع. والهدف لا. الهدف لا. ركنية. فرصة هدف تضيع، فرصة هدف تضيع على الترجي، ركنية، سامير الخميري في التنفيذ، تتعدى للحارس ياخذها دافيد أوشينغ، دافيد أوشينغ رشاد، هيثم نبيل معلول، زياد المساني، زياد المساني في اتجاه زبير، تمشي دافيد أوشينغ، اللحظات الأخيرة في هذا اللقاء، النتيجة هدفين لهدف للترجي أمام غور ماهية في هذا اللقاء الذهاب للدور النهائي لكأس أفريقيا الأندية الفائزة بالكؤوس. تتعدى الكرة، تم علي بن ناجي اختيرها، والهدف الثاني، والهدف الثاني عن طريق بيتر داوو،
بيتر داوب في الدقيقة 34 ثانية فقط قبل نهاية المباراة. 30 ثانية غور ماهية تعدل النتيجة، تعدل النتيجة بقذفة قوية ياسر من بيتر داو، أحسن لاعب في فريق غور ماهية، يستغل هذه الهفوة الدفاعية ويعدل النتيجة لصالح فريقه. هدفين لهدفين. بالطبيعة هدف ثاني عنده وزن كبير ياسر، كبير ياسر وثقيل ياسر، لأنه فريق غور ماهية في الإياب في نيروبي تعادل بدون أهداف يرشحوا، تعادل بهدف لهدف يرشحوا. وبالطبع مهمة الترجي التونسي أصبحت صعيبة جدا. هيثم عبي، نبيل معلول، طويلة من نبيل معلول ياخذها الدفاع، أوموندي، هيثم عبي، طارق ذياب، بسام، طارق ذياب تاع فك طارق الهيشري، الهيشري مباشرة للدفاع، تعدى بسام الخميري يوزع والدفاع عن طريق أدوار، ثم رقم 3 أوتينو. الحكم السنغالي السيد بكري سار يحتسب في الوقت الضائع حاليا، ثم مخالفه لصالح الترجي. مخالفه لصالح الترجي، نبيل معلول في التنفيذ. نبيل معلول في التنفيذ وزياد تلساني في دين دافيد أوشي. علي بن نجي، رشاد فرح في اتجاه هيثم، تتحس عن طريق الدفاع، تمشي لأوموندي حليم، تويلة شوشة، نبيل معلول، هيثم عبيد، نبيل معلول، هيثم عبيد، تويلة، ثم الدفاع، أدوار يخلي الكرة تخرج في كانتا. 3 دقائق في الوقت الضائع والحكم السيد بكري سار ينهي المباراة بنتيجة أتعد الهدفين لهدفين بين الترجي التونسي وفريق غور ماهية. الهدف الأول جاء عن طريق ماغانغو في 45 من الشوط الأول، 17 دقيقة لعب الشوط الثاني نبيل معلول في ضربة جزاء عدل النتيجة، 36 دقيقة لعب نبيل معلول في الشوط الثاني يرفع النتيجة إلى هدفين مقابل هدف، ثم 30 ثانية قبل 90 دقيقة فريق غور ماهية يعدل عن طريق بيتر داو. ذكركم مرة أخرى أن نتيجة التعادل بدون أهداف أو هدف لهدف تمكن فريق غور ماهية في لقاء الإياب يوم 5 ديسمبر بنيروبي بالحصول على كأس أفريقيا الأندية فائز بالكؤوس، مما يفسر أن المهمة ستكون صعبة وصعبة للغاية بالنسبة لفريق الترجي التونسي. سيداتي وسادتي شكرا على الانتباه، وإلى اللقاء بإذن الله مع مواعيد رياضية مقبلة.